للحديث عن استمرار الأزمة المالية والبطالة في العراق والوعود من قبل الأحزاب السياسية ومرشحيها بتجاوزها بعد الانتخابات القريبة القادمة، معنا من عمان الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. يعني بداية، ما إمكانية تحقيق وعود مرشحي الأحزاب السياسية بتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق؟ هل هذا متاح أمامها؟ تحية لكم. حقيقة أغلب العراقيين متفقين سواء على المستوى الشعبي والرئاسي أن مسألة غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية واضحة جدا من خلال أجندات الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات التي تتسابق انتخابيا بعد أسبوع. لذلك نلاحظ يتفق شعبنا وخاصة متابعي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أي متابعين الوضع العراقي، حتى المتابعة الإقليمية والدولية لكل المحللين، أن هذه الانتخابات لا تتمكن نتائجها، ومن سيفوز من هذه الأحزاب لا تتمكن من عملية التغيير أو عمليات الإصلاح الحقيقية، خصوصا الواقع الاقتصادي وكذلك أيضا حتى الواقع الأمني، بسبب أن الواقع الإقليمي مرتبك وفي حالة من الفوضى، الوضع الدولي وحالة الصراع الاقتصادي وتأثير كورونا العام الماضي وما زالت آثارها واضحة من خلال استهلاك الطاقة. يعني العالم كان 2019 يستهلك 99.8 مليون برميل يوميا، بينما دكتور صباح حاليا 80 مليون. نعم دكتور، كيف تقيمون خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة؟ لماذا لم يرى المواطن العراقي أي فروقات على الأرض؟ حقيقة القوى السياسية الحاكمة وما طرح من برامج الفترة الماضية وخاصة من الورقة البيضاء للسيد الكاظمي رئيس الوزراء، وكأنها عبارة عن شعارات لا تمت للواقع في صلة واضحة من خلال ما يمتلكه العراق من إمكانيات عالية. سنعمل كذا، سنقوم بكذا، سنصل إلى هدفنا بكذا. هذه في اعتقادي ما هي إلا عملية تشويه للحقائق وإقناع الناس الجهلة في مسألة بقاء الواقع الحالي السيء هكذا بشكل مستمر رغم الإيرادات العالية التي تدخل إلى العراق. طيب في سؤال آخر دكتور، يعني هل السياسة الاقتصادية الحالية مؤهلة بالفعل للنهوض في العراق وتأمين الوظائف والخدمات العامة رغم إفلاسه اقتصاديا؟ هل هذا وارد وقابل للتحقيق؟ حقيقة نمتلك إحنا الإمكانيات المادية للنهوض بالتنمية، ولكن لا توجد نوايا حقيقية وبرامج تعتمد عليها الحكومة من خلال ما يقوم به الفساد وارتباطاته المختلفة وسيطرته على مفاصل الدولة. ولذلك لا يستطيع لا الكاظمي ولا حتى القادمين في اعتقادي ما بعد الانتخابات القادمة النهوض بتخفيض نسبة الفقر، نسبة البطالة، كذلك أيضا خلت كل شكل من أشكال البرامج أن العراق بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، يحتاج بحدود حوالي 29 ألف ميجا واط، والعراق حاليا ينتج بحدود حوالي 21. هناك فارق كبير جدا في الاحتياج. كذلك أيضا أزمة السكن، العراق بأمس الحاجة حاليا حسب تخطيطات وزارة الأمم المتحدة أن العراق بحاجة إلى 3.5 مليون وحدة سكنية حسب الواقع الموجود، بينما نلاحظ الدولة والحكومات والبرامج التي تضعها الأحزاب الحاكمة بعيدة كل البعد عن تحقيق مثل هكذا أهداف. ولذلك نلاحظ الدعاية الانتخابية الكاظمي يقدم وكل الأحزاب في الدورات السابقة مسألة تخصيصات أراضي وغير ذلك، هذه ليست
إجراءات حقيقية لحل نعم الأزمة. نعم سؤالي الجديد تفضل دكتور. نعم هناك الكثير من الوسائل نعم. الدعائية فقط التي لا تمت للواقع بصلة. يعني وضحت هذه الفكرة دكتور صباح. دعنا نذهب إلى سؤال جديد الآن، يعني نعم. عن ارتباط الاستقرار الأمني أو عن ارتباط الاقتصاد والرخاء الاقتصادي بالاستقرار الأمني. سؤالي إليك، عدم معالجة أزمة السلاح الحالية في العراق إلى أي مدى ستكون عائقاً أمام قدوم استثمارات جديدة للبلاد أو فتح أبواب فرص عمل جديدة أمام العراقيين بشكل عام؟ هناك ترابط مصالح إقليمية وتأثيرات وأجندات حقيقة مؤثرة في إدارة الدولة خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وبوجود حالة الفوضى وانتشار السلاح والخروج عن القانون يؤكد لنا من الصعب جدا النهوض بعملية تنمية في مسألة الاستثمار ووجود شركات ودول ممكن أن تعمل على تنمية البنية التحتية العراقية، وكلنا ندرك حالة الابتزاز السيئة التي تقوم بها القوى المسلحة في مفاصل الدولة خصوصا الجانب الاقتصادي والمالي. لذلك نلاحظ جميع الشركات لا تتمكن من الوصول إلى تحقيق أهدافها حتى لو تعاقدت مع الدولة. شكرا. ولذلك الفشل يلاحق الحكومة في مسألة التنمية حقيقة في واقعة من خلال عدم تمكن الحكومة في السيطرة على السلاح المنفلت الموجود، وبين فترة وأخرى نلاحظ حالة التراشق باستخدام أنواع الأسلحة ما بين عشائر وأحزاب أو غيرها أو من صراعات مناطقية، وهذا نكتفي. يشكل خطرا على أي شكل من أشكال التنمية للشركات الممكن أن تكون قادمة. شكرا إلى العراق. جزيلا لك الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور صباح علا، وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.